السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم في فيديو جديد ديال اليوم اللي غادي نشوف فيه مع بعضياتنا طريقة عمل الملاقية المحبوكة. علاش هاد الملاقية مهم سميتها الملاقية المحبوكة؟ لأنها كلها عبارة على حبكة، يعني حبكة في حبكة، وفي النهاية كتعطيك واحد الشكل اللي زوين، قريبة تقريبا الشكل ديالها قريب لملاقية الضفيرة، فقريب لها هاد الشكل بزاف. المهم هاد الملاقية سهلة وبسيطة والمنظر ديالها زوين. اول حاجة غادي تثبتي الخيط في الثوب وغادي ديري حبكة. هنا ما غاديش نديرو غرزة في الثوب، هنا هذا هو الفرق ما بين هاد الملاقية هادي والملاقيات الاخرين. هنا تديري فقط حبكة، يعني الخيط يبقى تقريبا بحال محلول، وغادي تعاودي ترجعي الخيط في نفس الاتجاه، يعني كتهبطي الخيط لتحت وتجي ما بين هذوك جوج ضربات اللي في الثوب وتعاودي ديري حبكه واحده اخرى، يعني بحال غادي نقولوا حبكه في حبكه. هنا هاد الجهه الفوقانيه حتى هي خاصنا نديروا ليها حبكه في حبكه، ولكن شويه طريقه العمل ديالها صعيبه وما كيتشدش لك الثوب مزيان. هذاك الشيء علاش قررت انني ندير غرزه، لان هذه البدايه والبديه تتكون شويه صعيبه، والى ما خدمتيهاش مزيان غادي تجيك الملاقية بحال الحجم ديالها يعني كبير. هذاك الشيء علاش ديروا غرزة وعاودوا رجعوا هنا وغادي ديري غرزة واحدة اخرى بهذا الشكل. المهم هذه هي اسهل طريقة باش قدري تبداي هذه الخدمة. هذه هي اسهل طريقة. من الان غادي نبقاو دائما غاديين غير بالحبكة. دابا كتهبطي الخيط لتحت وغادي ترجعي للثوب وغادي ديري حبكة. فلاحظوا معايا مزيان، الملاقية سهلة ولكن كتحتاج شوية ان الواحد يعني كتحتاج شوية ديال التركيز، ومن الاحسن الا كان شي وحدة يلا غادا تبدا تتعلم الراندا، من الاحسن ما تخدمش هاد الملاقية هادي، تبدا بملاقيات وحدين اخرين عاد من بعد تقدر ترجع لها. المهم كترجعي تعاودي فيها حبكة واحدة اخرى. والان غادا تطلعي الخيط الفوق. دائما الخيط كيتبع الثوب بالنسبه لهاد الملاقيه هذه بطبيعه الحال. الا كنتي غادا تخدمي الفوق فلوحي الخيط الفوق، الا كنتي غادا تخدمي لتحت هبطي الخيط لتحت. هذه اسهل طريقه باش تبقاي عاقله على هاد الخدمه هذه مزيان. المهم الان درنا حبكه في حبكه، ودابا غادا ترجعي تهبطي لتحت، كنهبطوا الخيط لتحت وغادي تمشي هنا للثوب وكديري حبكه بهذا الشكل. حاولوا هنا انكم تشدوا الخيط مزيان وتعاودي ترجعي الخيط كذلك لتحت وتمشي لهذيك الحبكه اللي خدمتي في الاول وديري فوق منها حبكه واحده اخرى. فهذه هي الخدمه باختصار، يعني سهله ما فيهاش تعقيدات بزاف. الان غادي نخدمو في الطرف الفوقاني ديال الثوب، فكديري الخيط الفوق وغتعاودي ترجعي الخيط الفوق وديري حبكه في هاد البلاصه هادي. والان غادي تهبطي الخيط لتحت وديري حبكه بهذا الشكل. ودابا كنجيو لهاد الفراغ هذا ولا ما بين هذوك جوج ضربات اللي عندنا في الثوب، وكتعاودي ديري حبكه فوق من حبكه. الان غدا تلوحي الخيط الفوق. الخيط كما قلت لكم كيتبع الاتجاه ديال الثوب، الا كنتي غادا تخدمي الفوق فخلي الخيط الفوق، كنتي غتخدمي لتحت هبطي لتحت بكل سهوله، كامله عباره على حبكه في حبكه. الان هبطي الخيط لتحت وغدا ديري هاد الحبكه هذه، جر الخيط مزيان وحاولي انك تعاودي تشدي الخيط وترجعي لهنا وديري حبكه واحده اخرى. فهذا هو الشكل. كما قلت لكم هذه الملاقيه كتجي كامله محبوكه حبكه في حبكه، فسهله وبسيطه، يعني ممكن انكم تخدموها. فقط اللي يلاه بدات تعلم الراندا، يعني يلاه بدات، ممكن تجيها واحد شويه صعيبه. هذاك الشيء علاش قلت لكم من الاحسن يعني حتى تكوني ولفتي شويه، يعني ليدك ولفات تشد البره عاد تقدري تخدمي بحال هذا النوع ديال الملاقيات.
دابا غادي نوري لكم كيفاش ممكن تخدموا جوج ديال الالوان بالنسبه لهاد المعقيه هذه. هنا حاولي انك تدفني الخيط في وسط الثوب ولكن تكون نفس المسافه اللي خدمتي فيها هذوك الحبكات الاولين. من بعد غادي نوري لكم كيفاش الى مثلا تجاوزتي هذيك المسافه كيفاش تقدري ترجعي وتعاودي يعني تعاودي تكملي الخدمه. غير غادي نخدم غير شويه في هذه ونرجع نوري لكم. لاحظوا معايا مزيان، دابا تبت الخيط الجديد اللي غادي نخدم به وغترجعي هنا وديري حبكه، ولكن حاولوا انكم تشدوا الخيط القديم، يعني ليد شاده ليد غتخدمي بها الحبكه وليد كتجر هذاك الخيط القديم اللي كنا غادي نخدميه. دابا غادي تهبطي الخيط لتحت وتخدمي عادي جدا، غديري حبكه، لاحظوا معايا مزيان، وغادي نعاود نرجع فيها بحبكه واحده اخرى. المهم هنا غادي نحاول انني نزرب باش ما نضيعش لكم الوقت. فلاحظوا معايا مزيان، غادي نطلع الخيط لفوق وغادي ديري حبكه وتعاودي ترجعي فيها بحبكه واحده اخرى. والان غادي تهبطي الخيط لتحت وتعاودي ديري نفس العمليه، كنديروا هاد الحبكه هذه ونعاودوا نرجعوا فيها بحبكه واحده اخرى. الان غادي تستمروا تخدموا يعني نفس العدد اللي نتوما خدمتوه. لاحظوا معايا مزيان، الان انا مثلا غادي تدفني الخيط في وسط الثوب بهذا الشكل، الخيط القديم غادي نعاود نرجع بهذه الطريقه هذه، نحاول هنا انني نمشي لنفس البلاصه فين هبطت الخيط الاول وغادي نجر هذا الخيط. هذه الطريقه في حاله الى مثلا غلطتوا وفتوا هذيك المسافه اللي كان خاصكم تخدموها، فهذه اسهل طريقه باش انكم تخدموا هذه الملاقيه بجوج الالوان، فكتجي رائعه جدا. شكرا لكم كاملين، شكرا للدعم ديالكم، وشكرا يعني لكل شخص ولكل سيدة كتبت تعليق جميل، شكرا لكم كاملين.